السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ هنعمل دلوقتي فنجان قهوة. في بنات كتير ما بتعرفش تعمل الفنجان، بيطلع معاها بوش. هنعمل دلوقتي اللي هو فنجان القهوة ده، هنحط له معلقتين بن، معلقتين صغيرين مش مليين قوي، حسب بقى انت عايزة سكر قد ايه. يعني دلوقتي هعمله مظبوط، معلقة معلقتين اهو، عشان يطلع البن معاكي مستوي انك تعملي البن بميه ساقعه. ده بيأخر عملية ايه، البن ما يطلعش معاك على طول، فالبن تستوي معاكي. هنقلبها جامد. رفعناها على نار هادية خالص، مش هنقعد نقلب فيه عشان الوش يطلع معانا. هنسيبها براحتها عشان تشربش كوباية قهوة مظبوطة كده. الوش بدأ يطلع معانا اهو. هنصب بطريقة الفنجان ازاي بقى؟ بصوا، هنحط الفنجان كده تحت ونعمل كده عشان الوش يطلع معانا. اهو شايفين الوش معانا قد ايه، عشان تشربيه فنجان مظبوط اهو، وطالع رايق، وتحس ان هو كده ايه، مستوي مش محبب كده. الوش طالع، بصوا رايق ازاي، واحلى فنجان اهو. اتفضلوا بقى معانا، متنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة.